أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بها بمختلف المجالات، مقدما جلالته التعازي بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا مؤخرا. وفي إطار بحث التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد جلالة الملك على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيدا بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية. أصدرت وزارة الزراعة اليوم بيانا صادما ومفاجئا لدى الرأي العام الأردني، والذي كان مضمونه بأن دولة الاحتلال الصهيوني هي الحل، من خلال اتفاقيات غير معلنة لرفع الصادرات الزراعية الأردنية للجانب الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 50,000 طن من الخضار والفواكه. الوزارة وعبر ناطقها الإعلامي نشرت البيان على أنه إنجاز وتغنت به، وكأنه الحل الوحيد لإنقاذ المزارع الأردني وتسويق المنتجات الأردنية لدى الكيان المحتل الذي يغتصب ويفتك يوميا بآلاف الفلسطينيين. قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندا أن تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وأن كوادر الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها. وأكد الوزير أن تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط، مبينا أن هذه الهوية هي هوية المواطن في العالم الرقمي. أعلنت حركة طالبان الثلاثاء عن إصدار عفواً عاماً عن كل موظفي الدولة، داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. وأوضحت الحركة في بيان: صدر عفو عام عن الجميع، لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة. واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عملية الإجلاء. كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن عدم توفر الاختبارات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول العالم كافة أدى إلى تفاقم انتشاره وإغراق الأنظمة الصحية والمحلية، وأن العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة. نهاية الموجز. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا دائما موقعنا الإلكتروني www.a1tv.com. دمتم في أمان الله.